يريد شركاؤنا مناقشة هذه الحوادث في سوريا، إجراء العمليات الإرهابية في سوريا، وهذا دليل على موقفهم الحقيقي من سوريا و شعبها. وتجدر الإشارة إلى العمليات الإرهابية الجديدة التي حصلت أمس في العاصمة السورية، فتجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات الإرهابية تهدف إلى خلق الجو من الخوف في المجتمع السوري. وفي الرابع والخامس وفي الرابع عشر والخامس عشر من مارس عقد في أستانا لقاء ثلاثي بين ممثلي تركيا وإيران وروسيا وكذلك الأردن والأمم المتحدة والحكومة السورية، ونقشت هناك المسائل المختلفة بما فيها تشكيل آليات تثبيت الهدنة. ونعرب عن أسفنا الشديد أن بسبب غياب وفد المعارضة السورية المسلحة والمبررات التي قدم هذا الوفد غير مقنعة وغير مقبولة، لأن المفاوضات تجري من أجل حل المشاكل الموجودة، ولكن التخلي عن المفاوضات يعني عدم الرغبة في حل المشاكل التي يحاول المجتمع الدولي أن يحلها خلال السنوات الأخيرة.